السلسلة الشهرية لإدارة الدرور والطوالع. نحن اليوم 10 من دار 80 الشتاء اللي صادف 10 فبراير 2022. دخلنا 40 العقربي اللي بدأ من 1 فبراير وبينتهي 12 مارس. مدتها 40 يوم عقب 40 المريعي، هو نهاية البرد والأسعات الصقيع والثلج. ونجومه سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع بالتدريج. يتميز العقربي بالأمطار الغزيرة بإذن رب العالمين، وقالوا عن مطر العقربي: العقربي يسجي بر وبحر. ويقول الشاعر: يعل دار الزين ما يبس ثراها، وترتوي يا رب الخير الفضيل، ويعل سيل العقربي يروي ظماها، لين ينبت سيحة عشب جميل. وسموا هالفترة بالعقارب لأنها تلسع مثل العقرب. وعند هالدرور عرفوها بالتسعين، وتكون إشارة على نهاية الشتاء ببردة وجفافة. وبعض الناس يردون اسم العقرب لبداية ظهور صغار العقارب. نجوم موسم العقارب: طوالع سعود الثلاثة الأولى، سعد الذابح عقرب السم تستمر فيه قوة البرد، سعد بلع عقرب الدم يدفى الجو بالتدريج، سعد السعود عقرب الدسم دخول الربيع ودفوة الأجواء. حق هل البحر الصافي والشعري من السمك اللي يتكاثر في هالفترة. والاعتدال الربيعي بيكون تاريخ 20 مارس 2022. برد العيوز يكون في فترة 40 العقربي من نص در 90 الشتاء لين آخر الشتاء. اختلفوا في سبب تسميته برد العيوز. في ناس قالوا ان عيوز يتزت يعدها تتحرى البرد خلص، ويوم نشت لقت ان البرد جتل يعدها. طالع الذابح 10 إلى 22 فبراير يبدأ في آخر در 80 الشتاء. أول السعود الأربعة وسموها للحرث العقرب الأول عقرب السم، وهي بداية انكسار البرد. وبيينا برد يسمونه برد العيوز من نص در 90 لين آخر در 100 الشتاء، ويكون قران الثريا للقمر في هالفترة أقرب لقران الليلة السابعة، وينقال قران سابع مجيع وشابع. تقول العرب: إذا طلع الذابح حما أهله النابح. طالع بلع 23 فبراير إلى 7 مارس يبدأ في بداية در 100 الشتاء، وهو العقرب الثاني عقرب الدم، وسموه بلع لأنهم نجمين متساويين في كوكبة الجدي على نهر المجرة، واحد ظاهر والثاني مختفي، وسموا الظاهر بلع كأنه بالع النجم الثاني وماخذ نوره. في هالفترة تينا موجة حر عرفوها هلنا بدفوة الطلع أو حرة الطلع، مقصود فيها طلع النخل، وتكون درجات الحرارة أعلى عن 30 درجة، وهو وقت التنبيت وتلقيح النخل. تقول العرب: إذا طلع سعد بلع اقتحم الربع. طالع السعود 8 مارس إلى 20 مارس يبدأ في نص در 10 الصيف، العقرب الثالث عقرب الدسم، وسموه الدسم دلالة على الربيع لأنه أول نجومه، وقران الثريا فيه أقرب لقران الليلة الخامسة، ويقولون قران خامس ربيع طامس. ومن ملامح العقرب الثالث تكثر فيه الأمطار ويعتدل الجو في النهار، وتكثر العواصف وسموها نعايات الشتاء. من يخف البرد والرياح يكثر العشب، يغرسون الصروم ويزرعون البرسيم والخضرة، ويا بداية الربيع. تقول العرب: إذا طلع سعد السعود نظر العود ولانت الجلود، وذاب كل مجمود، وكره الناس في الشمس القعود. نتعرف على ملامح الموسم. ملامح المناخية والبحرية: أيام الحسوم وهي برد العيوز، نهاية الشتاء وبداية دفى الجو، هبوب نعايات الشتاء، أمطار البلي، نسبة للبلي وهي أزهار شيار الحمضيات والليمون. البحر يتكاثر سمك الصافي والشعري واليريور والهامور. الزراعة في هالفترة يري الماي في الشير ويزهر، يزرع في هالفترة البامية والبيليان والفاصوليا واللوبيا والنعناع والورد والبرسيم، ويغرسون الصروم ويظهر طلع النخل، وتزهر الأرطة نوع من شيار البر.
تابعوا السلسلة الشهرية لديرة الدرور والطوالع في الأشهر القادمة.